طيب من يعرض الكتاب؟ تفضل. فأنا الآن في جاوة الشرقية. أنتم كذلك في بيوتكم ها؟ تفضل يا شباب، أين وصلنا الكتاب؟ تفضل، من يعرض الكتاب؟ أيوة ممتاز، أحمد شهيد. أين وقفنا في الدرس الماضي؟ في أي جملة؟ الآن هذا فصل جديد في بيان بيع الثمر أو الزرع وبدو صلاحهما. هل قرأنا هذا الفصل؟ بقي شهر لما ها؟ لما بعد بقي شهر؟ نعم طيب، إذا تمت القراءة إذا بقي أنا أشهر. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مرحبا بكم أيها الطلاب جميعا في هذا المستوى في هذه الحصة. فنواصل الدرس في بيان أين بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا، وكذلك يجوز بشرط قطعه، ويجوز كذلك بشرط إبقائه. كل ذلك جائز ما دام الثمر بعد بدو الصلاح. قال معنى بدو الصلاح، بدو من فعل ما بدا يبدو بدوا، بمعنى ظهر يظهر ظهور. جيد، ما دام الثمر قد ظهر صلاحه للحصاد وللانتفاع والأكل، فيجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا. ما مطلقا يعني بدون شرط، يبيع هكذا بدون ذكر شرط قطعه أو إبقائه، لم يذكر شيء، فهذا جائز ما دام الثمر قد بدا صلاحه. وكما يجوز كذلك بشرط قطعه، هذا يجوز كذلك بشرط أن تقطع الثمار يعني هذا اليوم مثلا، هذا جائز إذا وافق البائع والمشتري. نعم يا عبد الله. أيوة، إذا وصلنا أين؟ طيب، جيد. نعم، إذا مع الآخر نقطة هي بيع الحنطة في سنبله أو ليس مع سنبله، هذا في الجديد يعني لا يجوز. إذا لابد من إخراج الحنطة من السنبل، يخرج ويحسب الحنطة كم وزنه إلى آخره حتى يتبين، فلا يجوز بيع الحنطة وهي ما زالت في السنبل، سواء كان بدون السنبل أو مع السنبل. المهم إذا كان في السنبل هذا لا يجوز. ثم ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل. كمام معنى الكشرة. لا بأس ببيع الفاكهة بكمام، بالكشرة التي لا يزال هذا الكمام إلا عند الأكل فقط، لأنه إذا أزيل سيفسد الثمر. سيفسد ماذا؟ الثمر. مثلا هل يمكن أن نبيع البرتقال بدون كشرة؟ لا يمكن، سيفسد البرتقال. إنما تبادب أن الكشرة باقية لا تزال، صحيح؟
هذا لا بأس به، لا يعتبر غرر، لأن ماذا؟ إذا أزيلت هذه القشرة يؤدي إلى فساد الفاكهة. نعم. وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلاء يباع في قشره الأسفل ويصح في قشره الأعلى، ولا يصح في قشره الأعلى. نعم. بعض الثمار له كمامان، له قشرتان الأسفل والأعلى، مثل الجوز، جوز الهندي، أثم الجوز، جوز الهندي له قشرتان، القشر الأعلى هو يسمى سرابوت ليف ليف، والقشر الأسفل يسمى ماذا؟ بطق. هنا يباع في قشر الأسفل، يجوز أن يباع في قشر الأسفل مع بطق هكذا، ولا يصح في قشر الأعلى، يجوز أن لا يصح أن يباع في قشر الأعلى، لكن في قول يصح إن كان رطبا، يصح إن كان رطبا، رطبا بمعنى ما زال على يعني على شكل دجان هكذا، دجان ليس جافا لشيء للطبخ يؤخذ منه يعني زيت أو عصير، لا إنما رطبا المراد ما زال على شكل دجان. لماذا؟ لأنه إذا كان ما زال رطبا ثم لابد أن يفتح هذا يفسد، يفسد يعني الفاكهة أو الجوز سريعا، صحيح؟ بالتالي كل ما ذكر هنا في قول يصح إن كان رطبا، وهذا هو الأقرب، لأنه يعني إذا أزيل القشر الأعلى في الجوز إذا كان رطبا فهذا يؤدي إلى فساده، أما إذا كان جافا، إذا كان جافا فيتحمل الجوز ما في مشكلة، يقشر القشر الأعلى على ما في مشكلة إذا كان جافا. نعم واضح، واضح يا شباب. نعم جميل. وبلوغ صلاح الثمر، متى يعتبر الثمر بدأ صلاحه؟ هو إذا ظهر مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون. بظهور ما لا مبادئ، مبادئه مبدأ بداية، بداية النضج والحلاوة كذلك، خاصة فيما لا يتلون، فيما لا يتغير اللون. لا يلزم الذي نضج لا بد أن يتغير اللون، لأن هناك من الفاكهة قد لا يتلون، لا يتغير لونه بعد نضجه، لا يتغير. مثل ماذا الذي لا يتغير؟ تفاح أو ماذا؟ نعم قد يكون تفاح لا يتغير، صحيح؟ يعني حسن تفاح هذا يتغير قليل، يعني يتغير قليل، أو نقول بعض الموز، بعض الموز صحيح، موز يسمى موز أخضر مثلا هجاو، ألا وإن نضج لا يتغير إلى أصفر، يبقى كما كان هكذا، لا يتغير صحيح. المهم إذا صار طعمه حلوا وإن لم يتغير لونه فهذا هو من مبادئ النضج، صار يعني بدأ صلاح الثمر، يعني أن يؤكل، أن يعني يحصد ويستعمل على حاجة الإنسان. وفي غيره، وفي غير ما لا غير ما لا يتلون، إذن في المتلون، يعني فان إذا كان غير متلون المهم بدأت طعم حلوا، وأما إذا كان متلون أصلا بأن يأخذ صفات بأن يأخذ في الهمرة، بدأ يعني لونه يتحول إلى أحمر. ما مثال الفاكهة التي تتغير لونه إلى أحمر؟ ما مثال الفاكهة؟ في البداية نعم؟ سمبوتان، تفاح، سمبوتان، سمبوتان، وما الآخر؟ بوح نجا، بوح نجا، نعم تفاح، تفاح، نعم صحيح بعد التفاح، صحيح. والذي يتغير إلى أسود يأخذه في السواد، ما المثال؟ هذه الفاكهة الذي يدور تمر، تمر،
التمر. التمر أستاذ. ثم عنب. عنب، ممتاز. التوت، شجر التوت كذلك كثير. المهم إذا تغير، أحيانا يتغير إلى أصفر كذلك كما ذكر في الشرع، أو السفرة كذلك يتحول إلى سفرة أصفر وهكذا. فإذا تغير اللون من لون إلى لون غالبا هنا بدأ بدو الصلاح، يعني قد ظهر علامة من الصلاح، بالتالي يجوز بيعه مطلقا بشرط قطعه ما دام قد بدأ صلاحه. ثم وتكفي ويكفي بدو صلاح بعضه وإلا وإن قل. نعم، مثلا عندك شجرة الموز أو ثمر الموز، غالبا الذي نضج هو واحد أو اثنين فقط في البداية، صحيح؟ قليل يعني، وهذا لا بأس، يعتبر بدا صلاح الجميع، وإن كان الذي ظهر صلاحه هذا في الفوق فقط، واحد أو اثنين فقط، فهذا يكفي لأن يكون دليلا على أن الثمر قد بدا صلاحه، ويمكن قطعه وبيعه، واضح؟ نعم. ولو باع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التعبير، بدا صلاح ماذا؟ بعضه، بعض الفواكه في البستان قد بدا. فهذا غالبا إذا كان الفاكهة من جنس واحد في موسم واحد، غالبا يعني هذه إشارة إلى قرب صلاح الجميع، إشارة إلى قرب صلاح ماذا؟ الجميع، ما دام في موسم واحد من نوع واحد فهذا خلاص، مثلا رامبوتان أو ماذا آخر، الجواخة ونحو ذلك، غالبا إذا ظهر صلاح بعضها فالآخر قريب إن شاء الله. وكذلك على ما سبق في التعبير، إذا كان البستان في بستان، الثمار في بستانين، البستان الأول قد نضج والبستان الثاني لم ينضج، إذن الحكم هو إفراد كل بستان بحكمه، إفراد كل بستان بحكمه، كما ماذا في التعبير، البستان الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا بشرط قطعه، والبستان الذي ماذا نضج وبدا صلاحه يجوز بيعه مطلقا. نعم. ثم ومن باع ما بدا صلاحه، من باع ما بدا صلاحه لازمه سقيه قبل التخلية وبعدها، سبحان الله. إذا ما زال على البائع أن يهتم بالثمر الذي باعه قبل، يعني ماذا؟ قبل أن يقبضها المشتري، سواء كان قبل التخلية وبعد التخلية. التخلية بمعنى بأن يترك الفاكهة للمشتري يتصرف كيف يشاء، لكن قبل أن يتصرف وقبل أن يأخذ المشتري الفاكهة ما زال على البائع أن يهتم بالفاكهة، أن يهتم بماذا؟ بالفاكهة، بسقي الزرع والشجر حتى لا يفسد، حتى يسلم الفاكهة يعني صحيحا. ويتصرف المشتري بعدها بعد التخلية، يجوز أن يتصرف المشتري بالقطع والحصاد إلى آخره، ما دام قد يعني ماذا فضل صاحب الفاكهة المشتري بأن يتصرف. ولو عرض مهلك بعدها، مهلك يعني الشيء الذي يهلك الثمر بعد ماذا؟ بعد التخلية، كبرد الجو بارد جدا مثلا يؤدي إلى فساد الفاكهة مثلا، أو مطر شديد، فالجديد أنه من ضمان المشتري، فالقول الجديد أن الضمان على المشتري، لماذا ليس على البائع؟ لأنه بعد التخلية، البائع قد فضل المشتري بأن يأخذ الثمار ولكنه لماذا لم يأخذ؟ فإذا حصل شيء من المهلكات والحشرات ونحو ذلك فأفسد الثمار، فهذا في القول الجديد من ضمان المشتري، كأن الخطأ خطأ المشتري، لماذا
لم يبقى سريعا وقد قام البائع بالتخلية بينه وبين الثمر. نعم. طيب الصفة التالية، فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار. نعم، لأن يعني على البائع أنفان سقي الزرع سقي الشجر، فإذا تعيب الإيمان لأن البائع لم يسقي بعد البيع وقبل القبض فهذا للمشتري الخيار، الخيار بمواصلة العقد أم لا، لأن المشتري لم يقبض المبيع، وبالتالي إنما يريد أن يقبض، فإذا حصل شيء من الفساد بسبب ترك البائع السقي فله الخيار. ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري. وهذا يا شباب الآن قبل بدو الصلاح البائع يبيع مثلا مانجا، جيد، مع أن المانجا لم ينضج بعد ما زال حامض، وهذا يجوز بيعه بشرط قطعه فقط، ليس مطلقا وليس بشرط بقائه، هذا لا يجوز، يجوز فقط بشرط ماذا؟ قطعه. ووافق المشتري على القطع بعد البيع ولكن لم يقطع المشتري حتى هلك الثمار على الأرض على الشجر، إذا حكمه هنا فأولى هذه المسألة بكونه من ضمان المشتري. أولى من ماذا؟ ألفا إذا كان بيع الثمار بعد بدو الصلاح وبدون شرط القطع مطلقا بدون شرط القطع إذا فسد وجاء مهلك فهذا في الجديد من ضمان المشتري، فمن باب أولى إذا كان بشرط قطعه، إذا كان بشرط قطعه ولكن المشتري عنيد لا يريد أن يقطع أو مشغول إلى الخاص الأمر له، لماذا يعني لم يقطع مع أن البائع قد اشترط القطع، فإذا لم يقطع فهذا خطأه، وإذا هو من ضمان المشتري إذا حصل شيء. قليلا هنا، ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود يتين قساء لم يصح إلا بشرط المشتري قطع إلا أن يشترط المشتري قطع ثمره. فهناك نوع من الفاكهة يغلب تلاحقه بمعنى سرعان ما يفسد سريعا يتلاحق في ماذا؟ في النج ولا يتحمل طويلا، واختلاط حادثه بالموجود الشيء الحادث العيب الحادث يختلط بالموجود سريعا مثل ماذا؟ كثير وقصة هذا يعني يفسد سريعا. إذا لم يصح بيع مثل هذه الثمار وإن يعني بدا صلاحه إلا بشرط قطع ثمره، لماذا؟ لأن تركه يضر المشتري، شجر كساء على الشجر وتركت أسبوع أو أسبوعين وطبعا غالبا سيفسد الخيار سيفسد الكساء ولا يؤكل جيدا، لا يمكن أن نأكله كما كان بل يتغير طعمه أصبع يعني داخله ولا كبير وليس لذيذا كما كان. طيب ثم النقطة التالية، ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا يفسد البيع ولا يتخير المشتري هذا هو، لكن إذا كان الاختلاط هنا المراد ماذا؟ يعني فساده سريع فساده سريع يختلط يعني الصحيح بالموجود بالفاسد فأسبق الفساد ينتشر سريعا في الفاكهة إذا وهذا نادر، ولكن هذا فيما يندر هذا في الشيء النادر غالبا لا يقع مثل هذا إذا فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع. لماذا لا ينفسخ؟ لأن الغالب لا يختلط سريعا لا يحصل اختلاط فساد سريعا لذلك لا ينفسخ البيع. لماذا؟ لأن حصول ذلك نادر والحكم على الغالب ليس على النادر، ويتخير المشتري ما دام لا ينفسخ البيع إذا المشتري يتخير بين أن يجيز العقد أو يفسخ
laisa fasidan, laisa yang mufassikhan tilqaiyan, bal hunaka khiyar awwalan lil mushtari hal yuwasil aw la yuwasil al aqda. Limadha? Li'anna al ghalib hadhihi al faqiya la yahsul al ikhtilat, bal hadha nadir, syai'un nadir. Jadi amma idza kana syai' ghaliban hakadha, idzan infasakha al aqdu, dan ghaliban huwa yafsul sari'an thumma yutrak. Yutraknya ini la yuhsab sari'an. Falau ta'ayyaba bitarkil ba'as saqya falul khiyar. Khalas lada. Fa'in samaha lahul ba'i bima hadasa saqat khiyaru fil asaq. Jid. Huna al ba'i samaha lil mushtari bi alla yadfa ma fasada min al faqiyah. Qala al ba'i ayyul mushtari, khalas. Samahtu laka bi adami daf'i al faqiyah allati fasada. Infa' faqat al-faqiyah allati majalat jayidah. Al-faqat al-idfa' amal fasidah. Samahtu laka. Bagaimana la, la utalibuka bid-daf'i. Jayid. Amma ila qala al-bai' hakadha wa samaha lil-mushtari alla yadfa' ma fasada min al-faqiyah saqata khiyarul mushtari fil asah. Jayid. Dimana? Lianna al-mushtari khalas. Nah, al-mushkila. Al-faqiyah al-fasidah la yadfa'. La yadfa'u qimataha. Nah. Fa'ala bitali saqata khiyaru al-mushtari fil asah. Wa la yasihu bay'ul hintah fi thumbuliha bisafiyatin wa huwa ma yusamma bil muhaqalah. Jadi, idzan ma hiya al-muhaqalah? Al-muhaqalah ta'rifuha ya bay'ul hintah fi thumbuliha bisafiyah. Ma makna safiyah? Safiyah bimana nadhifah biduni thumbul. Al-hintah allati ukhrijat min as-sumbul ladzi yusamma safiyah. Al-hinta allati ukhrijat min as-sumbul ladzi yusamma safiyah. Fa bai'u al-hinta fi sumbulia bi safiyatin fa hadha hukmuhu la yajuz, yusamma al-muhaqqala. Tayyib. Jid. Li'adami al-qudrah ala at-tamatsul. Al-qudrah ala at-tamatsul anna yani alladhi fi sumbul kan yakunu asqal ay yakunu akhaf akhafa alladhi huwa fi safiyah wala yajuz tabadul baina safiyah alhinta allati bidini sumbul ma alhinta alladhi fi sumbuliha hadha la yajuz tabadul bainahuma li adami alqudrah ala almusawah wala rutab ala nakhli bitamrin la yasni kadhalik sadan wala yasni kadhalik bi rutab ala nakhli bitamrin hala kadhalik la yasni limada kadhalika yuaddi ila adami alqudra ala tamatul rutab ala nakhli bitamrin fil ardi hala la yasni nah wa yusamma almuzabana Al-muzabana idzan hiya mana bai'ur rutabi 'ala an-nakhli bitamrin 'ala al-ardi. Ini tamar 10 kilo wa uridu tabadul ma'aka karena indaka rutab 'ala asy-syajar. Hadza la yajuz. Walakin yurakhas fil araya. Amma fil araya fa hunaka rukhsah fil araya. Wa huwa mithl al-muzabana walakin ma la aqallu fil wazni. Hunaka tahdid fil wazni fa'ala jaiz kama dhikira una al-araya wa huwa mala bai'ur rutabi ala nakhli bitamrin fil ardi misal muzabana tamaman bai'ur rutabi ala nakhli bitamrin fil ardi aw al-inab fi al-shajar bizzabibin al-ardi fil ardi hadha jaiz kadhalik ukhsa walakin bisyarat fi ma duna khamsati aw suq Ima duna khamsati au suq li hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wadhi syabab. Nah. Fil hadith. Nah. Zikir dhalik. Ana sallam. Arukhasa fi bai'il araya. Yakhriswa fi ma duna khamsati au suq. Yakhris yani ma'na yuqaddiruha. Al-muhim. Al-wazin aqal min khamsati au suq. Nah. Fadhi rukhsah jaizah amma idha kan aksar min zalik fala yajuz
فيدخل في بيع في بيع المزابنة. ثم ولو زاد في صفقتين جاز، لكن إذا كان أكثر من خمسة أوسق ولكن في صفقتين، الصفقة الأولى مثلا ثلاث أوسق، الصفقة الثانية ثلاث أوسق، إذن المجموع ستة أوسق ولكن ليست في صفقة واحدة، فهذا جائز. الذي لا يجوز هو إذا كان في صفقة واحدة وأكثر أو فوق خمسة أوسق. طيب، الصفقة التالية ميكروفون سات. طيب، بقي قليل، هنا حقيقة أذن المؤذن في جامع الشرقية، لكن لا بأس. أذن سر أذن. ويشترط التقابض بتسليم التمر كيلا والتخلية في النخل. نعم، هذا ويشترط في بيع العرايا. ماله؟ هنا كذلك أذن المؤذن في قريتك، لا بأس، واصل قليلا إلى هذه آخر فصل قليل. إذا شرط التقابض بتسليم التمر كيلا، أنا والتمر لابد أن يسلم بالكيلو، بالكيل كم يعني، هل هو ماذا كم صاع، لا يسلم إلى البائع. ثم تخلي في النخل، البائع يخلي نخله الذي فيها رطب بأن يأخذه المشتري، وهكذا التبادل بين التمر والرطب على الشجر، لكن بشرط دون خمسة أوسق، هذا يسمى العراية وهذا جائز. وكذلك في العنب. نعم، والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار، إنما يجوز في الرطب مع التمر والعنب مع الزبيب فقط. هذا قول الأظهر في المذهب، وأنه لا يختص بالفقراء، وأن الرخصة في بيع العراية لا يختص بالفقراء، لأن في السابق سابوا ورود الحديث، وعندما جاء شخص يريد رطب ولكن ما عنده مبلغ من المال لشراء الرطب، فبالتالي عنده تمر يريد التبادل مع التمر، يريد التبادل مع التمر الذي معه، مثلا عندي 10 كيلو من التمر ولكن ما عندي رطب وما عندي نقود لشراء ماذا الرطب، بالتالي نتبادل معك أيها صاحب البستان، صاحب الرطب، تفضل خذ هذا 5 أو 10 يعني كيلو من التمر، وأخذ منك الرطب بقدر هذا التمر، بقدر هذا التمر، نخرس يعني نقدر. جيد، خلاص الشباب، نكتفي بهذا القدر من الدرس. بعده باب جديد، وأنه لا يختص بالفقراء بل يعني حتى الأغنياء، وإن كان عنده نقود يجوز كذلك أن يعمل في العرايا، أن يقوم بالعرايا. نعم، خلاص، إذا باب اختلاف المتبايعين إن شاء الله سنواصل في الدرس القادم. أذن المؤذن هنا كذلك. السلام عليكم. ها؟ تمام أولا الصلاة؟ أو أنت ذهب أنا سأتوقف قليلا لكن لا تحتجوا. من لم يؤذن أنت ذهب قليلا حتى نواصل بعد الأذان إن شاء الله قبل الصلاة. أيوة، إلى هذه نقطة إن شاء الله، بيع الأصول والثمار، إلى بيع أسباب الأصول والثمار، إلى هذه النقطة إن شاء الله. إيه؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله
نتجاهل الصلاة أولا نكتفي أولا عليكم لا بأس عندكم كذلك هذا وقت الصلاة في بعضكم نعم أستاذ طيب بارك الله فيكم إن شاء الله نواصل في الدرس القادم في مشكلة إن شاء الله بارك الله فيكم معذرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.